مدير كمان نقطة حبيت نمرر الكرام. أنت حكيت على سي حامد المغربي وصرحت حتى في عديد بلاتوات أنه حامد المغربي ما عندوش الحق أنه يكون عضو في الجامعة. ما عندوش وقت يدخل للجامعة، دخل بعد ما عمل لهم باساج في الليج. الليج يجب يكون عامل 4 سنين في الجيسكا، هو عمل العامين برك دورة برك. دونك نرجعوا له بالتاريخ، هو وجوده في الجامعة ديجا سيت اون كيستيون ا سوبوزي. مش ما شيء وجوده في الجامعة شرعي، موجوده في الليغ قبل وجوده في الليغ على كلامك انت. الجامعة عنده 4 سنين، كان كان عمل لي كاترون تاع الليغ سيء، كان ما دخلتش لي كاترون تاع الليغ، كان ما تنجمش تدخل الى الليغ. دخلت بطريقه ماشي واضحه. لا لا في الانتخابات الجامعه بتحكي راه في 2012 ملف الجزائر تنحى. اما من ناحيه المبدا، خاطر الرياضه بلاش مبادئ وبلاش اخلاق رياضيه. اسمح انا مش سعد ما عادش نمشي لها الرياضه. بون